طاهر إسماعيل مصري بعث يسأل ويقول: إنني والله الحمد حاول ألا أقصر في فرائض الله، ولكني أسهو في صلاتي وأفكر أثناء الصلاة، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ مسألة التفكير والوساوس أمر يغلب على بعض الناس أو على كثير من الناس، ولكن المسلم يحاول أن يقطع الوساوس وأن يستحضر قلبه في الصلاة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول صلاته بعد الاستفتاح، وإذا عرض له وسواس أو خواطر فإنه يرفضها ويتركها ويقبل على صلاته والله يعينه. صلاته صحيحة لأن هذا أمر خارج عن استطاعته، ولكن عليه بمقاومته.